دخل على المطبخ، جاب شوكة، هاي شوكة كبيرة شوي كانت، وكان فيها أقوى من أداة حد، وهجم على أبوه وبلش يضرب فيه بجوه. وبعديها مرحبا، المرضى النفسيين بشكلوا خطر على حياة الأشخاص الطبيعيين. الأشخاص الطبيعيين لما بكون منهم واحد قريب جدا، أب أو ابن أو أخ أو أخت، بكون مريض نفسيا، فأعرفوا أن وجوده داخل الأسرة يشكل خطر على حياة الأشخاص الطبيعيين. وهذا هو عنوان حلقتنا اليوم لشاب، شو الخطر اللي كان يشكله على أبوه وأمه. قصة هذا الشاب اللي اسمه محمود، عايش مع أبوه وأمه لحالهم. أمه وأبوه تنين كبار بالسن، أبوه عمره تقريبا 80 سنة والأم تقريبا عمرها 75 سنة. الولد هذا اللي اسمه محمود وهو 30 دائما بيعتدي على أبوه وبيعتدي على أمه. في 2018 بشهر 11 هذا الشاب اعتدى على أبوه وعلى أمه، ودخلوا الجيران وطلبوا الشرطة وودوهم على حماية الأسرة. لما ودوهم على حماية الأسرة، جوز أخته لهذا الشاب اللي اسمه محمود حكى لحماية الأسرة، قال لهم يا عمي هذا الولد عنده مرض نفسي وبشكل خطر على المحيطين فيه، وتحديدا أبوه وأمه، شو إمكانية تحطوهم تنيموه عندكم في النظارة أو في أي مكان تبعدوه عنهم هاي الليلة. المهم الأب اللي هو المشتكي قال لا، أنا ما بترك ابني ينام بعيد عن البيت، خليه يجي ينام عنا الليلة والله بفرجها. طبعا هذا الولد طلع أنه مش بس مريض نفسي، كمان أنه هو كونه معاه انفصام عقلي منقطع عن الدواء، وحالته خطيرة ومزمنة جدا جدا. المهم هذا الشاب راح روح ونام مع أبوه، أما الأم خافت تنام بالبيت، راحت نامت عند بنتها وجوز بنتها في شقة ثانية بعيدة عن البيت. المهم ثاني يوم صارت الأم تقول بدي أتصل بالبيت بأهل البيت أشوف شو سوى الأب وابنه، زوجها شو وضعه الآن. المهم اتصلت مرة مرتين مش عماله حدا يرد، حكت مع جوز بنتها وقالت له روح شوف لي ايش فيه، وحكت مع واحدة من الجارات، الجارات راحوا دقوا على الباب ولكن للأسف ما حدا فتح الباب. بعد شوي سمعوا صوت ضجيج، وأتريتوا شو الصوت، كان هذا الولد بتصيبه نوبات غضب بحكولها، وهذا كان صايبته نوبة الغضب، وكل غضبه حطه على أبوه. شو راح سوى لما حط غضبه على أبوه؟ دخل على المطبخ، جاب شوكة، هاي شوكة كبيرة شوي كانت، وكانت هي أقوى من أداة حادة، وهجم على أبوه بلش يضرب فيه بوجهه. وبعديها استطاع أنه يقتلع مقلتا عينيه، يعني شال عينيه ثنتين من جوا وزدتهم على الأرض. ما اكتفاش بهيك، ظلوا يضربوا على خشمه لبين ما هشملوا أنفه، وبعديها شلحوا ملابسه وبتر عضوه الذكري. طبعا كانوا الجماعة اللي هم الشرطة وقد وصلهم خبر، والجيران كانوا مبلغين الشرطة. لما اجوا الشرطة حاولوا يدقوا على الباب ما نفعش، كسروا الباب. لما كسروا الباب شافهم محمود، سحب حاله على البلكونة، قفز من الطابق الثاني على الأرض. لما قفز اتكسرت رجله، اجت الشرطة ألقوا القبض عليه، حولوا للمدعي العام. طبعا أسعفوه أولا، بعد هيك اجى المدعي العام ضبط أقواله تحت الحراسة المشددة وهو في المستشفى، بعدين نقلوه إلى مركز الإصلاح والتأهيل. المدعي العام شو وجه له؟ وجه له تهمة القتل الواقع على أحد الأصول، وهاي التهمة في حال ثبوتها باخذ إعدام. ووجهوا له تهمة حيازة أداة حادة، وهي الشوكة تبعت الأدوات المنزلية اللي جابها من المطبخ، ومقاومة موظفين عامين اللي هم رجال الشرطة. طبعا بعد ما عرضوه على الطب النفسي، إجا تقرير الطب النفسي. تقرير الطب النفسي شو بقول؟ بقول هذا الشخص مصاب بالانفصام الوجداني، وهذا الانفصام الوجداني عبارة عن مرضين في مرض واحد، يعني اثنين بواحد. المرض الأول هو انفصام العقلي والاضطراب النفسي. الانفصام العقلي والاضطراب النفسي، هذا الشاب بضل يعيش تهيؤات وهلوسات، ودائما بتخيل أشياء بعتقد إنها حقيقية، وبذات الوقت دائما عنده إفراط في الحركة وعدم السيطرة على أعصابه، وعنده اندفاعية عالية، وبتصيبه حالات غضب أو نوبات غضب بحكولها. طبعا قالوا الآن هلأ هو الولد كنا بنعطيه الدواء بانتظام وحالته الآن مستقرة، ولكن ما في شفاء تام
من مرض الانفصام، وبالتالي لكن هو الآن في المرحلة الحالية عنده القدرة على المحاكمة. فعلا تم محاكمته نتيجة التقارير الطبية والحالة النفسية اللي هو فيها. قضت المحكمة بالنهاية إنها تحوله إلى المركز الوطني للمصحة النفسية، وبذات الوقت البقاء هناك لحين شفائه وعدم تشكيله خطر على سلامة الآخرين. وهيك انتهت قضية المريض النفسي بإزالة الستار عليها وإرساله للبقاء في المصحة النفسية لحين شفائه.